لما جيت عملت اغنيه بلاش الملامه, بلاش الملامة. قبل ما ندخل في تفاصيل الاغنيه وحكايتها, بالله عليك الرنات بتاعه الموبايل اللي في الاول دي انت اللي حاططها ولا الفيلم هم اللي حطوها؟ لا الفيلم ملوش علاقه بالاغنيه, هو الحكايه بدات ان احمد عادل الموزع كان واخد عامل الرنه دي مسامبله سامبل, دي يعني بتسمعي صوت بتدخليه جوه سيكوينسر فيطلع من الاورج صوت من الحقيقه ممكن اعمل, فهو عجبه الرنه دي فحطها فقابلني كده. كنا بنعمل ساعتها اغاني لمصطفى شوقي في اول شريط عمله اللي هو محدش سمعه, ملطشة القلوب مصطفى شوقي, ملطشة القلوب ساعتها كنت انا ومصطفى بس اللي بنسمع الشريط اللي احنا عملناه ده من كتر نجاحه المبهر. لا رهيب يعني والله اغاني كانت حلوه بس محدش عبرنا خالص, محدش عرفته لسه. فاحمد سمعني رنه قال لي عايزك بس تعملي الرنه دي في اغنيه, قلت له يعني ايه اعمل لك رنه دي في اغنيه؟ قال لي يعني ما حلوه كده صوتها حلو اعملها في اغنيه. فانا قعدت بقى مسكت الرنه دي اجيبها يمين اجيبها شمال لغايه ما تخيلت, كان ساعتها كل واحد بيعمل رنه بالاسم يعني مثلا فلان رنته كذا فلان كذا سواء كولتونك ولا مش عارف حاجه كده. لا الرنه تتغير. فروحت انا عامل قصه كده ان هو واحد بقى حبيبته مخصماه وبعدين بقى هو مسجله برنه معينه فبيسمع الرنه فبيحس ان حبيبته كلمته, فعملت الاغنيه بقى بشكل انت اللي عامل الحاله نفسها الموضوع. بعد كده كامله ابو ذكري استغلت الاغنيه وغيرت حاجات في يعني انت عملت التخيل والكلمات والالحان والرنه. اهدى يا قلبي اهدى واستنى, حلم ده ولا بتمنى, هو ده حبيبنا اللي ذوبنا, هو ده اسمه هي دي الرنه. ايوه يا حبيبي بحبك قوي, كنت فين وبعدت ليه عني؟ ايوه يا حبيبي وحشني قوي, من زمان البعد جنني. ولا اقول واحد من اهم نقط القوه عند عزيز الشافعي هو قدرته على استهلال الاغنيه او كتابتها كامله او كتابه المطلع, بيعرف يدخل الاغنيه في حاله او يصنع اغنيه, ومش طبعا مش كتير ابدا بيعرفوا يعملوا ده يا عزيز. الحمد لله. هو الميزه ان انا بكتب وبلحن بيخلي الموضوع بالنسبه لي كانك بتعمل تمثال فبتعمله زي ما انت عايز. لما يبقى في حد بيكتب وحد بيلحن طبعا هم الاثنين ممكن يكونوا جامدين جدا فيعملوا حاجه اروع من اللي بعمله, بس قصدي انا ببقى بتحكم تماما في اللي انا عايز اقوله تماما في المسج ايه وهيتعلى امتى وهتنزل امتى فده بيبقى اسهل بالنسبه لي. طب بعد الحلقه بفكرني اديلك الرنه بتاعتي تعمل لها اغنيه. عينيا انا بتاع رنات تخصص.